يعني اكثر شيء راح اشتغله بالجامعه هذه الروح الفاميلي اللي كانت موجوده. اكثر شيء راح اشتغله بالجامعه البريكس بالباركينج، كنا قاعد ناكل تحت باللانش بريك اما وقعده ومشي وباركينج. لا عن جد انا بتذكر الارمينيون داي، يعني كان احلى نهار كثير ثلج وقتها. كل شيء رح نشتغله يعني لما نرجع على صفوف رفقاتنا الاساتذه. الرفقه اللي تعرفت عليهم والاساتذه كم حلوين. كل يوم على الساعه 6 الصبح كل يوم بس اجي على الجامعه. بحس انه اكثر شيء حنشتغله هي القعده بالكافيتيريا مع رفقاتنا. ذكريات؟ ايه كنت ضلني اتقاتل مع المعلمين. كثير ذكريات يعني ما فينا نقول وحده بس. وحده منهم انه تعرفت على ريم. احلى شيء انه بنعمل سكوب كل الوقت، هيدا احلى شيء. سكوب كل الوقت احلى شيء. بس كثير اسهل، بس كثير اشياء حلوه. ما بعرف. طيب. كل بروجيتي اللي عملتهم بكاميرا مثل هيدي وما يكون معي ضوء اخر شيء اطلع ما اكون مصور. رح اشتري It's a lifetime memory عن جد. الاساتذه والدكاتره اكيد حنشتغلهم وهي بوصلها.